منطقة كاراكوي إخواني كتير جميلة وفيها كل شيء هون داخل المحل رائع. هاي الأجواء هون خارج المول إخوان. ما شاء الله. شو رأيك بهاي؟ شوف لي هاد. ألو؟ حتى بهاد السوق إخواني الأجواء حلوة. هاي رياض قرر يجيب لنا دونيت إخواني. راح طال. السلام عليكم اخواني واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة واجواء جديدة ويوم جديد. في هالجولة اخواني حنعرفكم على اجواء رأس السنة في اسطنبول ونزور اهم المناطق فيها ونشوف الاجواء الحلوة. اول شي بجولتنا اخواني حنجي لمول غلاطبورت الجديد والرائع. يعتبر مول غلاطبورت الجديد واحد من اجمل المناطق اللي ممكن نزورها في كل الاوقات مو بس في رأس السنة. بزور السياح من كافة الجنسيات بشكل كبير وهو ميناء لسفن الكروز العالمية اللي بترسو في اسطنبول. اخواني معي بهالجولة طبعا رياض. جاهز رياض؟ جاهز الحمد لله. هذا هون اخواني ميناء غلطة بورت والمول على يساره مباشرة. هلا الفكرة من مول غلطة بورت انه يكون ميناء ومركز تسوق للناس اللي بتجي بالسفن السياحية. المول هون على الساحل أغلبيته مطاعم ومقاهي كتير جميلة وجلساتهم جميلة وأجواء رأس السنة فيها كتير حلوة. هلا منفوت لداخل السوق إن شاء الله كمان ونشوفه من الداخل. أنا شايف اسطنبول بالفترة الحالية فيها ازدحام كبير، فيها حجوزات كتير كبيرة بالفنادق بكل شيء. وإخواني هل تعلموا إنه ميناء غلاطبورت هو أكبر ميناء في أوروبا تحت الأرض؟ يعني زوار الميناء لما يجوا عبر السفن لهون بينزلوا لتحت الارض من شان يسجلوا دخولهم ويمرقوا على السوق الحره وبعدين يطلعوا لهذا المركز مركز التسوق. يعني ما بينزلوا من البحر مباشره لهذا المكان، لا بتتسكر هي المنطقه اللي احنا واقفين عليها لما تجي السفن وبينزلوا لتحت. هون احد المحلات الشهيره الخاصه في راس السنه بيعمل اجواء كثير حلوه. نفوت نشوفه من الداخل اخواني. الالوان والاشكال اللي عنده هذا الحلقوم اخواني. ديكو كيلو الحلقوم 895 ليرة. يا لطيف كتير غالي. يا الله على هالمنظر اخواني وانا عامل رجيم. كل شيء هون داخل المحل رائع. الالوان الحلو. احد الازقة الجميلة داخل المول كمان هون. فيه محلات تجارية بشكل كبير. مول فيا بورت ما بيعتبر من المولات الرخيصة في اسطنبول، هو مول غالي فيه الماركات العالمية، فيه البضاعة الغالية الأوريجينال، فبتلاقوا الأسعار هون دائما مرتفعة إخواني. شوفوا هاد كافي دونيسي إخواني، بنصحكم فيه إذا جيتوا لاسطنبول ولا تزوروا ستاربوكس، زوروا هذا. القهوة عنده أطيب وأرخص، وهذا موجود بكل شارع تقريبا اسمه دنيا كافيه. هالاجواء داخل المول اجواء كثير حلوه بصراحه. عم شوف اشخاص من كافه الجنسيات. هو هون المول مفتوح يعني ما له مغلق، فاذا كان الجو شتوي ممكن تجوا عليه تجلسوا بالمطاعم او المقاهي تتسوق فيه. مثل ما شايفين مفتوح، حيكون برد وامطار مو مثل المولات البقيه. داخل المول شوفوا هي اشارات دلاله لوين بدكم تروحوا لاي مكان موجود هون مشان يكون سهل عليكم. وشوفوا هي الساحل على يميننا، والمول له عده اقسام، في على اليسار كمان وفي فوق. هلا بنطلع لفوق. هذا القسم اللي فوق داخل المول كمان فيه محلات تجاريه مثل ما شايفين، وفيه مطاعم بتطل على البوسفور جلساتهم كتير حلوة بتكون. شايفين نحن هلأ بالقسم اللي بالأعلى. ليكو إخواني هو المول الوحيد على مضيق البوسفور، لهيك يعتبر من أجمل المولات والمراكز التجارية الموجودة في اسطنبول. بتشوفوا كل معالم اسطنبول من هون
من هذا المضيق، مضيق البوسفور، والعبارات اللي بتروح للقسم الآسيوي. طبعا نحن هنروح للقسم الآسيوي هلا بعد شوي الى كاديكوي عبر العبارات. هذا المول فيه كثير من المطاعم والمأكولات الشهيرة، لكن ان شاء الله بعدين بنحكي لكم عنها وعن تفاصيلها. هون قسم التعليم المول اخواني، قسم كثير حلو كمان، تم افتتاحه من جديد، فيه كمان جلسات حلوة ورائعة وأجواء حلوة وهادئة، أهدى من القسم الموجود في الأمام. هلا بنطلع من هون إخواني، طبعاً كله مراكز تجارية، أي مكان بتفوتوه بيكون مكان تجاري، مثل ما شايفين فيه المحلات التجارية. هاي الأجواء هون خارج المول إخواني، شوفوا هون نحن في منطقة كاراكوي، ندخل لداخل المنطقة كمان نشوفها وورجيكم الأجواء فيها. إخواني هلا نحن في منطقة كاراكوي الجميلة، حنعمل كمان جولة سريعة فيها وبعدين نكمل على العبارات اللي بتروح للقسم الآسيوي. منطقة كاراكوي إخواني كتير جميلة وفيها مطاعم ومقاهي قديمة كتير وبيقصدوها الناس بشكل كبير. الألوان اللي فيها والإضاءة والمحلات القديمة والأبنية القديمة بتشوفوها بشكل كبير كتير كبير. شايفين؟ في المينيو بيكون موجود على باب المحل. موقع منطقة كاراكوي إخواني بجانب مول غلطة بورت بالضبط، يعني بجانب بعض، تطلع من المول إلى هاي المنطقة مباشرة من الباب الخلفي. فيها أجواء حلوة كتير وفيها ألوان حلوة وزيارتها كتير رائعة إخواني، وفيها محلات بتناسب العائلات وفيها محلات ما بتناسب العائلات. إن شاء الله قريبا ممكن يكون الفيديو القادم حيكون من منطقة كاراكوي، هنعمل لكم حلقة الأكل الشعبي في هاي المنطقة، منطقة كتير حلوة فيها شغلات مميزة وممكن خبركم عنها إن شاء الله. فبتلاقوا كتير من المحلات المشهورة، الفواكه والشغلات الحلوة هون إخواني. هون غالب المحلات القديمة بتلاقوا عليها ازدحام والناس واقفة على الدور حتى تتناول الطعام. لا خليكم إياها إن شاء الله لحلقة تناول الأكل الشعبي في هالمنطقة حتى أعرفكم على الأكلات المشهورة فيها. شوفوا الناس كيف إخواني بيكونوا واقفين على الدور لحتى يتناولوا الأطعمة الشهيرة هون في هاي المنطقة. الأجواء ليلا بتكون أحلى من النهار، النهار بتكون فاضية وما فيها هاي الألوان وهي الإضاءة. ما شاء الله قديش اصطاد هون بجانب محطة العبارات، لقوا هواة الصيد بالصنارة موجودين، شوفوا إخواني بشكل كبير، وطبعا هذا الشيء مسموح هون باسطنبول الصيد بالصنارة. قبل المحطة شوفوا بتلاقوا مطاعم الأكلات الشعبية، خاصة مطاعم السمك والميديا، الميديا اللي هي المحار بتلاقوها هون في هالمنطقة. ما فيه مصاري طلع لازم أعبيه، رح أحط فيه 100 ليرة، فيه 8 ليرات بس ما بيكفوا، صار فيه 108. تفضلوا لحق العبارة قبل ما تروح. يلا هلا طالعين للعبارة اخواني. العبارة بيكون فيها اكثر من طابق، نطلع لفوق. عبارة اخواني هي داخلها، داخل العبارة كتير هادية وما بتحسوا انكم بالبحر ابدا، يعني اللي عنده فوبيا من البحر التنقل بهي العبارات كتير حلو. بدي اطلع وجيكم الجو برا كيف بيكون ليلا. اطلع لبرا، في مكان هون برا ممكن تقعدوا فيه، في مكان فوق اورجيكم اياه، بس اطلع لفوق. كل سنة مثل هالأيام بيكون كتير برد باسطنبول، لكن يومين صلوا ماري على اسطنبول الحرارة تقريبا 12 أو 13، يعني الحرارة مرتفعة غريبة هالسنة. فإن شاء الله جايين هيستمتعوا بالأجواء الموجودة هلأ حاليا باسطنبول، والركبة بالعبارة هون فوق هلأ حاليا بهالأجواء كتير حلوة، تشوفوا معالم اسطنبول وتشوفوا البوسفور بشكل كامل. شوفوا إخواني هي الطريق اللي ماله مبين عتم كتير، هلا شوي بنوصل لكاديكوي. هلا طلعنا من المحطة اخواني، متجه مقابل المحطة تماما حتى نصل الى سوق كاديكوي. تلاقوا بجانب المحطة اكشاك الوجبات السريعة ممكن تشتروا منها شيء اذا حبيتوا. هون اخواني بداية السوق الجميل، هلا نفوت فيه ان شاء الله ونشوف الاجواء الرائعة كتير من كل سنة
في هاي المنطقة بصير فيها أجواء كتير حلوة، زينة وإضاءة وأشكال كتير جميلة. فممكن تزوروا هاي المنطقة إخواني من كل سنة تزوروا إسطنبول. هلأ كاديكوي إخواني أنا بحبها دائما في الشتاء وبزورها كل سنة مثل هذا الوقت، الأجواء فيها كتير رائعة. كونه أنا عايش في إسطنبول الأوروبية بحب الأجواء الموجودة في منطقة كاديكوي، أجواء هاي المحلات الرائعة الموجودة بكاديكوي. فوت ورجيكم بعضها هلأ، والألوان الحلوة عندهم إخواني، والله الهدايا حلوة هون كتير. اللي بحب ياخد هيك هدايا شوفوا شغلات. شو رأيك بهاي؟ بس مو عاطين الأسعار هاي السنة، مدري ليه. وين السعر؟ شوف لي هاد. ألو؟ شو بقلبها هاي؟ نفس هاي بس هيك جراب عاملينها. هاي رياض حلوة؟ واني زحمة كتير بهاي المحلات، ما في تنفس، ازدحام كتير كبير في منطقة كاديكوي في هاي الأيام. كوي إخواني منطقة كتير جميلة لزيارتها والإقامة فيها، خاصة في شهر 12 وشهر 1 وشهر 2، يعني بأشهر البرد الأجواء بتكون فيها كتير حلوة، ومنطقة هي رائعة. محلات الحلويات منتشرة بكل مكان في منطقة كاديكوي، وفي محلات مختصة بأشياء معينة. الأشكال عندهم والألوان كتير رائعة. شوفوا إخواني ما شاء الله بتشهي، خاصة أني عامل رجيم. تذكروا يا إخواني عامل رجيم أنا لحاليا. ليكوا إخواني حتى الصيدلية بيعمل زينة رأس السنة في هاي المنطقة. كل الزينة اللي بتلاقوها هي من أشخاص عاملينها، حتى الاحتفالات حتى الألعاب النارية هي أشخاص يعني خاصة، لكن الحكومة هون ما بتعمل أي احتفالات ولا بتعمل أي ألعاب نارية بمناسبة رأس السنة. بالسنين السابقة يعني كان هيك، ما بعرف لقدام يجوز هالشي يتغير. فأي زينة أي شيء بتشوفوه بيكون الأشخاص عاملينها، أو بعض البلديات ممكن تهتم بهذا الموضوع. أحد الأزقة الجميلة إخواني هون في مطاعم كتير شهيرة بيقدموا اللحومات والمأكولات ومطاعم السمك، ممكن تجربوا الأكل عندهم. في مطاعم مميزة كتير في هالمنطقة، وحتى شوفوا على يسارنا إخواني في هذا محل المعجنات مشهور كتير بيقدم اللحمة بعجون، لحمة عجون بيقولها. الأزقة الجميلة الموجودة في كاديكوي إخواني، وهي محلات البيع كمان هون. هون إخواني أحد محلات الحلويات الشهيرة في زقاق الألبسة والأحذية كوبي أورجينال. هذا إخواني شارع وسوق مودانيا اللي بيمر فيه الترام اللي بيشابه ترام تقسيم. هذا الشارع كتير مشهور وبيشبه شارع الاستقلال، فيه محلات تجارية كتيرة ومتنوعة، وفيه مطاعم وفيه أجواء كتير حلوة. لازم تزوروه إذا جيتوا لكاديكوي. هذا الترام الشهير إخواني شوفوا، يوصل من الساحل إلى بداية سوق مودانيا. إخواني ما بعرف شبني عم خربت وعم بنسى. هذا السوق اسمه سوق مودا وليس مودانيا. مودانيا المنطقة اللي بتنزلوا فيها في بورصة لما تروحوا بالعبارات. هذا أحد الأسواق الشعبية الموجودة في كاديكوي، فيه مطاعم شعبية إخواني، وفيه محلات شعبية، وفيه سوق للأسماك للخضرة للفواكه. سوق كتير حلو كمان ممكن تزوروه، فيه الحلقوم والحلويات التركية. هذا موجود بجانب سوق كاديكوي الأساسي، شايفين الأجواء فيه كمان. هلأ في نهايته، هلأ بهذا الوقت هنه بيسكروا، ولكن هيك حبيت وزيكم يا وزيكم الأجواء فيه كمان، أجواء كتير حلوة.
وعنده كتير شغلات رائعة. هيك كونه عم صور بمنطقة كاديكواي حبيت فرجيكم هذا السوق والأجواء فيه. حتى بهذا السوق اخواني الأجواء حلوة، الألوان حلوة. بالنسبة للأشخاص بيسألوني عن الفنادق بكاديكواي، في كتير من الفنادق، وأنا دائما بنصحكم بهي الأوقات تحجزوا عن طريق المواقع، لأنه أسعار الفنادق كتير عم ترتفع، وأسعار الفنادق على المواقع عم تكون أرخص. فإذا بتجوا لإسطنبول احجزوا قبل قدومكم لإسطنبول إخواني. كاديكواي كان محل واحد بيعمل هالأجواء وهالزينة، لكن هلأ صاروا كل المحلات تقريبا يعملوا هذا الشيء. هلأ قعدنا بأحد المحلات الشهيرة اللي اسمه بيدا. هذا المحل مختص بالبيدا التركية، طلبنا بيدا من عنده سعرها 59 ليرة. تطلب طلب بيعطوك هذا الجهاز، بس يرن تروح تاخذ طلبك بإيدك. اخواني هي هي البيدا اللي ما بيعرفها، اي شيء هيك معجنات مطاولة بتكون اسمها بيدا في تركيا. هي طلبناها احنا نحن بالبطاطا، شوفوا طازجة، بسم الله صحة وهنا. تغزة عندك تصوير. هذا رياض اخواني شوفوا جايب معه البيدا شاي بارد، بصير هالشيء؟ مشان المقاطعة بس الكولا. اجيب شاي سخن. ما في شاي سخن يا اخواني. سعر الدونات اخواني 25 ليرة لسه ما غليت. هاي رياض قرر يجيب لنا دونات اخواني. هي قررت؟ هي اي والله. انت شكلك بدك تنزع الرجيم، ما بتعرف شلون. طعمتني عجين قلنا معلش. كمان دونة؟ شو هاد؟ شو الجمال هاد؟ اهم شيء الصحة والرجيم. ايه بس انا ما حاكل. واني عم بمزح، بس هو اكل. ها انا ما اكلت. الرجيم خلص. ما عاد شيء. هذا شارع الاكلات الشعبية اخواني. كمان هذا بجانب الساحة اللي كنا فيها في بداية منطقة كاليكوي، في المأكولات الشعبية هون. شارع كتير حلو ومزدحم، فيه شغلات كتير حلوة. شوفوا كل شيء مأكولات شعبية ممكن تلاقوها هون في هاي المنطقة. هون ساحل منطقة كاليكوي اخواني الجميل. هذا الساحل الرائع ممكن تزوروه، بجيكم الأجواء فيه. كمان الجلسات هون على الساحل إذا كان الطقس منيح كتير حلوة، ممكن تجيبوا قهوتكم، شاي، أي شيء بتحبوه، وممكن تجلسوا هون. حتى في بائعي الشاي والقهوة بيكونوا موجودين على الساحل. هاي المحطة شايفينها هون إخواني، هاي المحطة فيكم تطلعوا منها إلى بورصة، شايفين؟ حتى هاي المحطة ممكن تطلعوا منها إلى جزر الأميرات، محطة العبارات هون. هاي المنطقة اللي بجانب العبارات تماماً إخواني، شايفين فيها جلسات، فيها شغلات حلوة. هلأ رجعنا على محطة العبارات، بدنا نرجع إلى إسطنبول الأوروبية إخواني. هلأ اللي حنرجع فيها هي عبارة صغيرة، ليكو هاي اللي اجينا فيها، هلأ حنرجع بهاي. هلأ رجعنا إخواني إلى إسطنبول الأوروبية. هيك بتشوفوا بالأجواء الليلية في إسطنبول، بأي نفق بتفوتوا، بأي شارع ممكن تلاقوا مطربين عم يغنوا. كمان هدول البوالين اللي بيطيروهم في إسطنبول بتلاقوهم ليلاً. البالون اللي بيطير اللي ما بيوقع بيكون حظهم حلو، هيك يعني هن بيقولوا، واللي بيوقع بيكون حظهم مو حلو، فبيعملوا هذا الشيء حتى يتفائلوا ويكتبوا عليه كتابات. شايفين اخواني؟ ما بعرف اذا مبين عليكم، بيكتبوا عليه كتير كتابات وذكريات وبيطيروه.
راح طار. وكل ما علا كل ما احسن على اساس. هلا هون عم يطيروا بالون تاني، شوفوا اخواني هذا جسر غلطة، شايفينه جسر غلطة تحته مطاعم بيع الاسماك، هدول مطاعم كتير مشهورين، وانتبهوا اذا بكون زوروهم من المنيو تأكدوا من السعر قبل الشراء. هاي المطاعم شايفين اخواني، هاي مادو مطاعم على الساحل، مطاعم الشعبية. اخواني اللي هون تنتهي حلقتنا وجولتنا لليوم، بتمنى تنال اعجابكم. ان شاء الله السنة القادمة بتكون خير على الجميع، والله يفرج هيك عن فلسطين وعن سوريا وعن جميع الدول، ونشوفكم ان شاء الله في جولات قادمة، والسلام.